مشاهدينا الكرام، تحية الود والاحترام، أسعد الله مساءكم بكل الخير. أهلا ومرحبا بكم في هذه الفترة وفي هذه العيدية. أهلا بالعيد، كل عام وأنتم بخير، ربنا يحقق كل أمانيكم إن شاء الله دائما تامين ولامين. تحيانا لكل متابعينا الأكارم داخل السودان في كل الولايات المختلفة وكل القرى وكل الحلال، وتحية أكثر خصوصية لكل أهلنا المغتربين في بلاد المهجر في كل مكان خارج حدود هذا الوطن. بنقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله دائما ربنا يحقق كل أمنياتكم، وإن شاء الله السنة الجاية تكونوا معنا تحضروا معنا العيد هنا في السودان. أهلا ومرحبا بكم. تحية، خلونا أول شيء قبل ما نتكلم عن العيد نتكلم عن رمضان. إحنا حابين نشكر جدا كل مشاهدي شمس السودان التي لا تغيب، اللي ظلوا مشاهدين أوفياء وتابعوا برمجة الشهر الفضيل، برمجة قناة الشروق الفضائية في شهر رمضان اللي هذا العام كانت نحسبها مختلفة ومتميزة. حاولنا نفرد مساحة أكبر للمجتمع ومساحة أكبر لنحيي كثير من الإيمانيات في قلوبنا وكثير من التذكرات أيضا الإيمانية في شهر القرآن، شهر رمضان. تحيانا لكل مشاهدي الأكارم اللي تابعونا في هذا الشهر، وأيضا تقبلوا تحايا دائما كل الزملاء في قناة الشروق الفضائية في كل الأقسام، زملائنا الفنيين، المهندسين في البرامج، أيضا زملائنا في الأخبار وحتى الإدارة، تقبلوا تحايا يعني أعداد ضخمة من فرق العمل اللي اجتهدت جدا إنها تقدم مساحات برامجية. نتمنى إنها كانت جميلة، ونتمنى إنكم فعلا استمتعتوا بها واستفدتوا منها يعني في شهر رمضان. تحية لكل زملائنا هنا في قناة الشروق الفضائية اللي سهروا على هذه الفترات البرامجية المختلفة. وأيضا تحيانا تمتد لشركات الإنتاج الخارجي اللي كان في تعاون متميز جدا بينه وبين قناة الشروق الفضائية من خلال أيضا عدد من البرامج المختلفة التي وردت إلينا من الخارج. وتحية أيضا لا ننسى إلى كل الرعاة والمعلنين هذه الشركات التي تمثل دعم للإعلام السوداني بأشكاله المختلفة، المسموع والمقروء وأيضا المشاهد. نحن بنحيي كل الشركات اللي كان بيننا وبينهم ثقة كبيرة جدا ومتوافرة في شهر رمضان، وتستمر هذه الثقة إن شاء الله في العيد وفي الفترات البرامجية المختلفة على شاشة الشروق. مرحبا بكم. قدامي عدد كبير من يعني كمية من الورق كده فيه الخارطة البرامجية لقناة الشروق في أول وثاني وثالث ورابع أيام عيد الفطر المبارك. إحنا حاولنا يعني مجتهدين وجاهدين جدا، قناة الشروق الفضائية عبر أطقمها المختلفة وأيضا جزء من شركات الإنتاج الخارجي، إنه نوفر مساحات للمشاهد السوداني في أوقات مختلفة مدروسة حسب جهدنا. أتمنى إنه هذا الجهد يكون يعني مرضي لمشاهد قناة الشروق الفضائية، وهو دائما مشاهد متميز يسعى للكثير من المتعة والإبهار وأيضا الفائدة، وهي الأهم في كل مساحاتنا البرامجية اللي بتخص الأسرة، الرياضة، الترفيه، المجتمع، التنمية، الاقتصاد، وحتى المساحات الإخبارية. مرحب بكم، وخلونا نبدأ سرد كده بسيط. بكرة إن شاء الله يوم العيد حنبدأ بنقل صلاة العيد إن شاء الله، ربنا يتقبل منا ومنكم يبلغنا لها إن شاء الله، وبعدها حتكون في معايدات من المدن والولايات السودانية المختلفة عبر شبكة ضخمة جدا لمراسلي قناة الشروق. برضو خلونا نحيي كل زملائنا المراسلين في مكاتب الولايات المختلفة، لازل في الأيام الفات كانوا في عمل دؤوب جدا كل المكاتب في كل الولايات عشان ينقلوا معايدات أهلنا في الولايات وفي المدن وفي القرى وفي الحلال عبر شاشة قناة الشروق الفضائية. بعدها حيكون في حديث العيد مع الشيخ محمد أحمد حسن إن شاء الله، يعني أحد أهم أعمدتنا الدينية وأحد أهم علماء الإسلام هنا في السودان. خلونا نشاهد هذه المادة ونرجع تاني. الإخوة والأخوات المشاهدون لفضائية الشروق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله جل جلاله أن يحفظ علينا نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، ويعيد على الأمة الإسلامية بالعزة والرفعة والأمن والأمان. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
اليوم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه لنفسه وأرسل به أشرف رسله وأنزل به أعظم كتبه، ولا يقبل من أي إنسان عبادة تأتي عن طريق غير طريق الإسلام. فنحمد الله على هذه النعمة، نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، ونحافظ على هذه النعمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ده إن شاء الله حيكون حديث العيد بكرة مع الشيخ محمد أحمد حسن، بعده أو يليه الكبسولة الطبية أو الكبسولة الصحية. طبعا نحن طالعين من 29 يوم صيام، فأول يوم في العيد في ناس مرات يعني بيبالغوا مع موضوع الخبيز وكده وبيضغطوا على روحهم في موضوع الأكل يعني، فنحن مجتهدين إن شاء الله يرضوا اجتهادنا دينا لإعجابكم ورضاكم. حنقدم كبسولة حتقدمها اختصاصية التغذية أستاذة نفيسة عبد الرحمن، واحدة من أهم الوجوه التي يعني خرجت عبر شاشة الشروق في برمجات مختلفة تسدي النصائح الغذائية لشريحة كبيرة جدا من المشاهدين. كل سنة وانتم طيبين وسالمين وتامين ولامين، وربنا يعيد علينا عيد الفطر باليمن والبركات والخير الكثير، ويعيد علينا نعمة الصحة والعافية، باعتبار انه شهر رمضان الفضيل كان عبارة عن نقاء للجسم من السموم خلال 30 يوم. الليلة حنتكلم عن كيفية المحافظة على ما فعل خلال شهر رمضان، وإننا نحن ما نبوظ أو نخرب كل اللي عملناه خلال 30 يوم من خلال الجوطة اللي بتحصل بعد رمضان وأيام العيد. كلنا نحن في السودان عندنا الكعك شيء مهم جدا، وكل الناس بتبتدي تجهزوا في خواتيم رمضان الفضيل. الكعك فيه نسبة عالية جدا من السمن، في ناس بتعملوا بالسمن خالص، في ناس بتعملوا بالسمن والزيت، وفي ناس بتعملوا بالزيت فقط. مرحبا بكم مشاهدينا، عيدكم مبارك. ايضا واحده من الفترات المفتوحه حتكون بكره ان شاء الله في اول ايام عيد الفطر المبارك. هذه الفتره فيها عدد من النجوم الشباب، حتكون من تقديم الزميل علي القاسم، وايضا المنتج هذه الفتره انس المسلمي. حتستضيف هذه الفتره فتره عيدكم مبارك ان شاء الله غدا صباحا الفنان محمد خالد والشاعره ريم الرفاعي والكوميديان عبد الله. مساحه اتمنى تكون ايضا جميله ولطيفه وخفيفه، حتكون مباشره على الهواء مباشرة إن شاء الله. تليها أرض السمر، هذه التجربة التوثيقية والوثائقية المهمة جدا، عمل ضخم جدا قامت به شركة نبتة للإنتاج الفني والإعلامي، عدد كبير من العاملين في هذا المنتج البرامجي. أرض السمر طافوا السودان على مدى 3 سنوات، ده الموسم الثاني لأرض السمر، بثت في قناة الشروق الفضائية خلال شهر رمضان. محاولة في أرض السمر أنه ينقل الصورة الحقيقية للسودان، وكما هو شعار هذا البرنامج السودان كما لم تره من قبل. نحن بنحيي كل الطاقم الفني وكل الباحثين أيضا في هذه السلسلة، سلسلة أرض السمر، حيكونوا معنا إن شاء الله في اليوم الأول الساعة 12 ظهرا. برنامج الود والتقدير واحد من أهم برامج قناة الشروق الفضائية، يمكن هذا البرنامج ضربة البداية له كانت مع انطلاقة قناة الشروق الفضائية في العام 2007. 11 عام الهدى والتقدير، أو مع كل الهدى والتقدير يطل على المشاهدين الكرام خلال شهر رمضان. بنحاول أنه نحيي ونعيد الخير في السودانيين، وهو موجود طبعا، ودي واحدة من فضائلنا، واحدة من عاداتنا وتقاليدنا العادية، أنه دائما الناس بيقيفوا مع بعض. برنامج كل الهدى والتقدير قدم 11 موسم، عدد كبير جدا من الحلقات، طاف كل ولايات ومدن السودان. هذا الموسم بالتحديد ايضا خرج من ولايه الخرطوم لعدد من الولايات. نحن بنحيي كل التيم العامل في كل الود والتقدير اللي اجتهدوا انه يقدموا هذا المجهود، ونحسب ان شاء الله يا رب يعني يكون في ميزان حسناته. وتحيه لكل ايضا الداعمين لهذا البرنامج. نشاهد هذه الماده ونرجع ثاني.
استقبل الآن مشاهدينا عبر الهاتف زميلنا أحمد فضل منتج برنامج مع كل الود والتقدير. أحمد فضل مرحبا بك، كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير زميل أحمد ناجي وكل مشاهدي الشروق، كل طاقم الشروق. نعم، كل الود والتقدير في أول يوم. يعني هي محاولة منكم أنتم والزملاء، إحنا بنحييكم ونشكركم على هذا المجهود المقدر، أنكم تنقلوا أفراح وأعياد البسطاء أخواننا اللي أطلوا عبر كل الود والتقدير في رمضان، ومدى التفاعل اللي جوه من المجتمع داخل السودان وخارج السودان. معلومتي دي صح ولا غلط؟ نعم زين، احنا باين حاجة قصدين بقدر الإمكان نحكي في الاستجابات اللي حصلت مع الحالات اللي تم ضبطها في برنامج الود والتقدير. نعم. الحمد لله حصل استجابات كبيرة جدا من داخل السودان، من المغتربين، من شتى بقاع العالم. وبالإضافة لأنه دارين نحكي بقدر الإمكان كيفية الاستفادة من الدعم المقدم. يعني عندنا مثلا انتم قبل شهر عرضتوا روضة، الروضة دي واحدة من الحالات اللي هي حالة أختنا أمونة، هي قدرت بمبلغ بسيط تعمل مشروع، نحن مشروع جيد اللي هي الروضة، حتى سمتها على واحد من أولادها اللي ماتوا قبل سنتين. برضو عرضتوا انتم بيت منى، واحدة من الحالات هي اللي تم عرضها أول حالة ولاغت استجابة كبيرة جدا. حتى لو لاحظتوا وضع البيت هو على غير ما تم عرضه في الحلقة. فبقدر الإمكان دايرين نحكي الجانب الإيجابي، الجانب المفرح، الجانب بتاع الاستجابات في الحلقات اللي نحن برضو كمان بنحيي زميلتنا إيمان بركية، يعني كانت حضور في هذا البرنامج وكانت من أهم تخيلي شخصيات البرنامج، يعني كانت موجودة في هذا الموسم من مع كل الود والتقدير. كلمنا أحمد فضل برضو عن يعني كثير من هذه الحالات كان في تفاعل كبير عبر السوشيال ميديا في الواتساب والفيس، كيف أنتم برضو كنتم متابعين هذا التفاعل؟ أنتم صنعتوا مادة تلفزيونية بثت على قناة الشروق، لكن أيضا كان في دعم فني أو كان في يعني جانب آخر بيخص السوشيال ميديا. نعم، حقيقة السوشيال ميديا لعبت دور كبير في برنامج الود والتقدير عن طريق مرحلة تم ربع الحلقات كلها في اليوتيوب. بالإضافة لذلك في ناس عن طريق الواتساب والفيسبوك تم تداول كثير من الحلقات. حصل دعم كبير جدا حتى المساء اليوم، نحن نتلقى في دعم لبعض الحالات. نحن الحقيقة نتوجه بالتهنئة ونشيد على أيادي الزميلة إيمان بركية، قدمت مختلف الود والتقدير هذا العام، وهي برضو يعني حتى ما بعد بث البرنامج هناك هي عندها جهودات تجاه الحالات في استقبال المساهمات في التفاعل مع المتفاعلين برضو مع البرنامج. شكرا لك احمد فضل، تحيه لكل الزملاء اللي كانوا معاك في التيم الفني يعني في هذا البرنامج، تحيه لإيمان ايضا بركية. شكرا لك، كل عام وانتم بخير. يعني قناة الشروق تخيل لي يعني حسب تقديرنا كده ممكن نكون نجحنا بنسبة انه 11 عام كل الود والتقدير يعرض عدد من الحالات ويخرجها من دائرة العوز الى دائرة الانتاج زي ما شفنا في هذا النموذج قبل شوية، وحنشوفه ان شاء الله بكرة في اول ايام العيد. ايضا واحدة من المساحات البرامجية زول سوداني، هذه المساحة اللي تتحدث عن الشخصية السودانية، تميزها، طموحاتها وإنجازاتها في مجالات مختلفة. كثير من الناس السودانيين الرجال والنساء دخلوا عدد من المجالات وكانوا متميزين في هذه المجالات، وصلوا مرحلة الإنجاز، وأيضا ساعدوا وساهموا في أنه كثير من الناس اللي بيحسوا أنه هم ما قادرين أنه يعني يصنعوا الفارق في هذا المجتمع يدوهم دفعة معنوية. حنشوف في أول يوم من زول سوداني نفيسة حامد، واحدة من الشخصيات السودانية المتميزة والمميزة جدا. نحن حنشاهد مادة شباب، حنشاهد مادة. طيب من اللا شيء، من الوبر والصوف،
من جلود الضأن والماعز والجمال، من البيئة وما تنتجه الطبيعة. ينتج الناس شيئا يستحق التقدير والإشادة والاحترام. أنا نفيسة حامد محمد بلال، زولة سودانية محلية الكومة شمال دارفور. تتطلب الحياة جهدا، تحتاج الحياة لفكرة تنتج مشروعا اقتصاديا يتناسب والظروف التي ينشأ فيها الإنسان. ونفيسة، نفيسة حامد محمد بلال، ولدت هنا، دارفورية النشأة والتكوين، تسكن في كومة على طريق الخرطوم الفاشر. اسم نفيسة حامد محمد بلال، شمال دارفور، محلية الكومة، قيادة الركن حسن محجوب الفاضل، مربية أسر ومنتجة الأسر المتفوق. خرجت نفيسة إلى الدنيا وهي في قمم احتياجها والأسرة لتوفير أبسط مقومات الحياة، فالمعاناة تنتج الأفكار التي تجعل من الإنسان فنانا مبدعا بالفطرة. نحن لسه معاكم في أهلا بالعيد، مساحة لنعرض جزء أو جانب من برمجة قناة الشروق الفضائية في عيد الفطر المبارك. من القضائر في معايدات وتهاني وإثراء وتنوع ينقلها لنا الزميل محمد الفاتح، واحد من أكثر زملائنا وأكثر المكاتب النشطة في الزملاء المراسلين في القضائر. محمد الفاتح الآن معنا عبر الهاتف. صباح الخير. صباح الخير احمد، كل سنه وانت طيبين. صباح الخير، دي لانه دائما تعودنا عليك صباح، رايك شنو الليله استقبلناك مساء يعني؟ يعني اجمل صباح. بقت الحكايه زي كانما فورما كده، دائما محمد الفاتح يطل علينا في صباح الشروق، اليوم يطل علينا مساء يعني. كل سنه وانت طيب. وانت طيب احمد، وتهاني بعيد لكل الزملاء، وتهاني ايضا موصوله وكل الشعب السوداني بالعيد السعيد. عاد الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركة إن شاء الله. اللهم أمين إن شاء الله. غدا إن شاء الله حتنقل نبض القضارف، بعد ما كنت بتنقل لنا نبض الصباح في القضارف، نبض العيد في القضارف، وكيف تحتفي ولاية القضارف بكل مدنها وبكل قراها بالعيد السعيد إن شاء الله. نعم بالتأكيد أحمد، استمرت الحمد لله دعفت ترتيباتنا لنقل نبض العيد من القضارف. والعيد في الولايات عنده وقع خاص بيختلف عن بقية الأشياء، باعتبار أنه في ناس تعطيهم الاقتراب من ولاياتهم. العيد بيبقى مساحة مناسبة جدا لأنهم هم يتواصلوا ويلتقوا بالناس من جديد، يكونوا أكثر لحمة وأكثر حميمية في لقاءاتهم. ايضا العيد مناسبه للزيارات الاجتماعيه، من بعدت بهم ظروف الحياه. بيكون في شكل تلاقي جميل جدا. وايضا القضارف خصوصيتها ان الوصول للاماكن فيها سهل جدا، عشان كده بتكون في حركه ملحوظه وحركه كبيره جدا في ايام العيد الثلاثه. الكل يحاول ان يسبق الاخر للزياره والتحميه بالعيد. كل هذه الاشياء مع الجو الخريفي الجميل اللي بدا في القضارف، دي بتخلي انه رب العيد في القضارف يبقى مختلف. بنتمنى انه صباح بكره يكون صباح غايم، وننزل لكم فيه تهاني عيد في جو خريفي ان شاء الله. انتم في رمضان كنتم مستمتعين بالامطار يا محمد في القضارف؟ نعم، الامطار بدات تهطل والاجواء بدات أكثر خريفية. والله إن شاء الله إحنا نتمنى إنه دائما أجواءكم تكون جميلة، ونتمنى إن شاء الله يكون صيب نافع والخريف ده يعود على كل المزارعين في كل ولاية القضارف بالخير إن شاء الله. شكرا لك يا أبو حميد، وكل عام أنتم بخير، وعبرك برضو من حي كل زملائنا معاك في مكتبنا في ولاية القضارف، شكرا جزيلا.
دي حتكون فترة المعايدات من القضارف الساعة 5 لحد الساعة 7 أيضا واحدة من المساحات المباشرة في قناة الشروق فترة طلة عيد دي حتكون موجودة هذه الفترة في طيلة الأربع أيام في عيد الفطر المبارك أول يوم نحن بدينا كان في فترة أيضا غنائية كان في عدد من النجوم هذه الفترة طلة عيد حتكون مع الأستاذ القدير حنان بلبلو وابنها محمد بشير الدولي وأيضا حيكون معنا عدد من الإفادات والنقاد في هذه الحلقة حتكون مباشرة من الساعة 5 لحد الساعة 7 حنحاول نغوص في هذه التجربة ونقدم أغنيات مختلفة لكل المشاهدين اللي حيتابعوها أيضا واحدة من فتراتنا البرامجية قريبا منهم برنامج اجتماعي يقترب من شخصيات العامة أو الدستوريين بشكل خاص يغوص في تفاصيل حياتهم الاجتماعية وكيف بيقضوا العيد وأيضا جزء من الإفادات المختلفة مع هذه الشخصيات أول يوم حتكون مع سعادة الوزير أحمد سعد نمر وهذه الحلقة حتكون من تقديم زميلنا شيبة الحمد عبد الرحمن دي قريبا منهم هم فترتين واحدة حتكون أول يوم والثانية أيضا حنتعرف عليها عيد أخضر ايضا سهره تقترب من الدبلوماسيه هتقدمها زميلتنا اسراء عادل تتحدث عن العلاقات الاجتماعيه والاقتصاديه وايضا العلاقات الشعبيه بين السودان وايضا عدد من الدول سفراء مثلوا دولهم في السودان شاركوا في الحياه المجتمعيه في السودان وشاركوا في عدد كبير جدا من الانشطه يعني هذه الفتره كانت موجوده في رمضان وحتكون أيضا عيد أخضر هي بكرة إن شاء الله أول يوم بنحيي أيضا أسرة بنك الجزيرة الأردني حيكونوا معنا والفنان المطرب حسين شندي أيضا حيكون في هذه السهرة هي تجسيد وتوطيد للعلاقات السودانية الأردنية نشاهد مشاهد ونرجع تاني عيدكم زهور وأنتم كفر عشرات الحقول تحملون جميل الأمنيات بوعد أخضر كذا الحال بالنسبة للأمنيات على شاشة قناة الشروق الفضائية في أغنية وطلب شخصي من سعادة الشفير وهو بيسمع الأمنيات السودانية الرئيس هاي الشباب هي تفرح لغى الأحباب قبل الأفطار الناس كلها عاملين البسط وحاطين الأكل صح والناس كلها أي زول ممكن يمرق بالشارع تلاقيه بيعزموه هذه ظاهرة أبرم. الحقيقة موجودة في السودان وظاهرة كثير ممتازة تدل على التكافل الاجتماعي على العلاقات المتميزة بين أبناء الشعب السوداني سعادة السفير خلي بالك سوداني وندس نطمح أن نكون البنك رقم واحد في السودان وهذا حق مشروع مرحب بقناة الشروق شمس السودان الذي لا بكده تكون تكاملت لوحة اليوم الأول من عيد الفطر المبارك بكرة إن شاء الله وبرمجتها بهذا الشكل المتنوع اليوم الثاني حتكون موجودة معنا مساحة خاصة بالأطفال قطار الزهور ايضا واحد من البرامج اللي تنتج قناه الشروق الفضائيه وتهديه لكل اطفال السودان بنحاول من خلاله نقدم ايضا ماده تثقيفيه وتعليميه وترفيهيه مدروسه ومتعوب عليها يعني زي ما بقول لكل الاطفال حتكون ان شاء الله ثاني ايام عيد الفطر المبارك ثاني يوم من الساعه 12 وعلى مدى نصف ساعه نحن ما مفصولين مما يحدث في العالم عشان كده حتكون معانا فترة عيد كوم مونديال مع زميلنا معتصم محمد الحسن نصف ساعة من المتابعات والتحليل لما يحدث في المونديال الأهم والأكبر والأشهر كأس العالم ده حتكون إن شاء الله تاني يوم فترة التواصل هي فترة للمعايدات ومساحة ما بيننا وما بين أيضا المشاهدين حيكون في عدد من الأغنيات من مكتبة قناة الشروق الفضائية 10 أعوام من البرامج والسهرات والمطربين اللي قدموا عدد كبير جدا من الأعمال بتزخر بها مكتبة قناة الشروق الفضائية من ثاني يوم حنبث عدد من هذه الأغنيات مع التهاني والتحايا
وايضا عيديه حنحاول نقدمها لكثير من المطربين والفنانين والشعراء اللي اثروا الساحه الغنائيه ومكتبه الاغنيه السودانيه في فتره تواصل، اللي هي منتج لهذه الفتره زميلنا معتز، وحتكون من تقديم الزميله ماريا الحسيني. ثاني أيام عيد الفطر برضو حتكون معانا حلقة تانية من زول سوداني تحتفي بالدكتورة هيفاء، حتكون الساعة 3:30 إن شاء الله. زي ما ذكرنا أنه زول سوداني هي مساحة للاحتفاء بشخصيات سودانية لها إنجازات وإسهاماتها في مجالات عديدة ومتنوعة. هم مقيمين هنا في السودان، وخيرهم امتد حول مجتمعهم البسيط في الحي وأيضا في القرى والمدن من خلال أفكار كثيرة جدا نفذوها في زول سوداني. حنشاهد جزء من زول سوداني لتاني يوم ونرجع. الفكرة، الفكرة كخيط النور تتدلى من قمة احتياجنا لشيء يفيد الأرض والوطن والناس أجمعين. والفكرة التي تخرج من أعماق النفس البشرية لتبني جسرا بالحب بين الأم وفلذة كبدها هي فكرة ملائكية تتصاعد إلى أعلى مستويات النقاء والتجرد ونكران الذات. زولة وزولة وأبناء على عتبات الصعود إلى قمم الصحة والعافية يبحثون في عتمة عقولهم الصغيرة عن أيد لا تمل. ظلت المجتمعات والقبائل السودانية لسنوات قريبة تتوارى خجلا من أقدار الله في أبناء يخرجون إلى الحياة بنقص في اكتمال النمو أو السمع أو البصر أو العقل أو لأي سبب يعيق الإنسان من ممارسة واجباته كاملة. التوحد ما وصمة، التوحد حاجة جات لأطفالنا من ربنا. نحن سعيدين بوجودهم معنا، هم فرحة حياتنا، هم نعمة كبيرة ربنا أدانا لها، وعشانه اكتشفنا إنه إحنا عندنا طاقات كبيرة جداً، وإن إحنا ممكن نغير شيء كثير حتى في المجتمع،
وبسببهم عرفنا حاجات ما كان يعني عمرنا نتخيل انه احنا نقدر نعرفها. طيب ايضا ثاني يوم حتكون معنا حكايات سودانيه، هذه سلسله دراميه عشرات الافلام اللي انتجتها قناه الشروق الفضائي، حنعرض جزء منها ان شاء الله حتكون في ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم ان شاء الله الساعه 4 عصرا. الساعة 5 ثاني يوم حتجيكم ثاني فترة طلة عيد، هذه الفترة زي ما قلنا قبل شوي مباشرة من الساعة 5 للساعة 7 تتحدث فترة طلة عيد لليوم الثاني عن التراث السوداني. يستضيف الزميل شيبة الحمد عدد من الخبراء والباحثين حيتكلموا عن التنوع والتعدد في التراث السوداني، وأيضا جزء كبير جدا من السلوكيات السودانية والممارسات في الأفراح في الأتراح وغيرها من الملمات، حتحيي هذه الفترة غناء المطربة الشابة شادن. تلي طلة عيد قريبا منهم الحلقة الثانية لهذه الفترة قريبا منهم اللي بتستضيف عدد من الدستوريين والشخصيات القيادية في السودان، محاولة للتقرب منهم والغوص في تفاصيلهم المجتمعية وعلاقتهم بالآخرين وكيف هم بيعيشوا حياتهم أيضا المجتمعية بجانب العمل الرسمي. هذه الفترة حتكون من تقديم الزميلة نسرين سوركتي وتستضيف الدكتورة أميرة الفاضل. مشاهدي قناة الشروق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل عام وأنتم بخير في معايدات مختلفة. قريبا منهم اليوم في ضيافة واحدة من القيادات النسوية الفاعلة لها تجربة كبيرة وثرة في مجال العمل السياسي. كل سنة وانتم طيبين، التهنئة لكل الشعب السوداني في ربوع السودان المختلفة، كل سنة طيبين وإن شاء الله السنة الجديدة سنة فيها خير كثير للسودان. إحساس الضمير الصاحي ده إذا جاز لي التعبير دكتور أميرة بيخلي الشخص أحيانا في حالة أو دائما في حالة انتقاد لنفسه، في حالة تقييم لما يقدمه عبر منصبه. أنت لازم في التعامل اليومي سواء كنت وزير أو موظف أو أي كان الموقع الوظيفي للشخص، حق يكون التعامل مع الناس بسيط ومباشر من غير حواجز. هل جاءتك لحظة فكرتي فيها أنك تبتعدي عن أجواء العمل الوظيفي؟ واحدة من الأسباب خروجي أنه أنا شعرت أنه أنا ما بقدر أدي الوقت اللي أديته في السنتين ونص الأوائل اللي اشتغلت فيهم، يعني ما كنت أفتكر أنا ما كان ممكن أوروب على الوقت، ما بينفع يعني. دي مساحة قريبا منهم في اليوم الثاني. سهرة اليوم الثاني حتكون أيضا من الولاية الشمالية، والتحية لزميلنا ناجي فاروق كورال الوتر الجديد من الولاية الشمالية من مدينة دونغولا تحديدا. حكاوى هذه المدينة، فنونها، أفراحها، مناسباتها، تراثها، ثقافتها من خلال كورال الوتر الجديد مع زميلنا ناجي فاروق. نشاهد. هذه إطلالة من خلالها نود أن نفتح نوتة أميرة بالحب وبالجمال. أنا أفتكر هم يعني الحديث عنهم حيجي في لونياتهم الجديدة اللي بيدخلوها على فننا، نسأل الله ربنا يوفقهم. شباب طموح عندهم الرغبة في تطوير الفن. الواحد لو حاول يرجع بالذاكرة للعيد، يعني ليالي العيد وأيام العيد والاحتفائية بها، وطبعا بتختلف من مدينة لمدينة من قرية لقرية، لكن السودان كل واحد. العيد هو المحبة، هو التكافل، هو السلام، هو الأريحية. ولذلك يعني اسم الوتر الجديد ذاته جايين مع إطلالة العيد الجديد. صحيح. والعام الجديد إن شاء الله. سهرة كورال الوتر الجديدة اللي شاهدناها قبل شوية من الولاية الشمالية حتكون الساعة
9 مساء ان شاء الله ثاني يوم. السهرة الثانية في هذا اليوم حتكون مع زميلة عفراء فتح الرحمن، تبدأ السهرة الساعة 10 لحد الساعة 11 من برنامجها الرحالة. هذه أيضا المساحة التوثيقية المهمة جدا والتجربة الشجاعة من عفراء، إحنا بنحييها اللي أطلت بها أيضا في الشهر الفضيل على مشاهدينا، وهذه حتكون حلقة العيد إن شاء الله الرحالة. ده حيكون ثاني يوم. ثالث أيام عيد الفطر المبارك أيضا حنبدأ مع قطار الزهور، مساحة للأطفال، وأيضا عيدكم مونديال مع زميل المعتصم محمد الحسن، وقفة مع مجريات وأحداث كأس العالم مع التحليل، وأيضا فترة التواصل اليومية مع زميلة ماريا الحسيني اللي حيكون فيها هواتف ومهاتفات ومعايدات من كل المشاهدين، وعدد كبير جدا من الأغنيات من مكتبة قناة الشروق الفضائية لعدد من الفنانين والمطربين. تليها أيضا فترة زول سوداني حتكون مع الشاب خالد اللي أيضا حنعكس تجربته وإنجازاته في هذه الفترة. طلت عيد لليوم الثالث هي للرياضة والهندسة، المجالين دل مع بعض، وأبرز نجوم يعني هذين المجالين، الفنان اللي حيكون في هذه الفترة والمطرب حيكون محمد الفاتح في طلت عيد لليوم الثالث. رابع يوم حتكون مع الأطباء اللي هي فترة طلت عيد. ده جزء من برمجتنا إن شاء الله في عيد الفطر المبارك. نتمنى لكم تستمتعوا بمشاهدتكم لقناة الشروق الفضائية في هذه الفترات المختلفة. أيضا حيكون رحلة صفا مع حفظة القرآن الكريم، هذه المساحة من تقديم زميل نسرين سوركتي من الساعة 7 لحد الساعة 8 مع الشيخ أباذر، دي حتكون ثالث يوم. وأيضا ثالث يوم سهرة حتكون مساجلات مع زميلتنا تيسير محمد حسين، تحتفي بعدد من الشعراء الشباب، وهذه الفترة خالصة للكلمة المقفاة. أيضا التحية لقائمة الشعراء اللي أطلوا عبر مساجلات في الشهر الفضيل واللي حيطلوا إن شاء الله في هذه الحلقة الخاصة اللي حتكون في ثالث يوم. رابع يوم أيضا حيكون قطار الزهور والمونديال، وفترة التواصل حتكون مستمرة معاكم إن شاء الله من الساعة 12 لحد الساعة 2 الظهر، حيكون زمانها 2 ساعة، وأيضا زول سوداني. وسهرة رابع يوم حتكون ندوة للراهن السياسي، قامة قناة الشروق الفضائية، فيها عدد من الصحفيين وعدد من الدستوريين وعدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي والسياسي وغيره. ده حيكون إن شاء الله جهدنا في العيد. نتمنى أنكم تستمتعوا بهذه الفترات المختلفة والمتنوعة، وتقبلوا التحايا كل طاقم العمل اللي معانا هسه في أهلا بالعيد، الناس المسهرين لحد هسه في الكنترول أنا بحييهم، وأيضا كل الزملاء اللي أعدوا عدد من الفترات اللي حنشاهدها، والزملاء اللي حيكونوا موجودين من أول يوم من بكرة إن شاء الله من الصباح، في ناس حيعيدوا في القناة، يعني إحنا بنعتذر لأهلهم والله يا جماعة، معليش إحنا أسفين لمشاهد يستحق، وليكم أنتم برضو حتتابعوهم أيضا عبر الشاشة، إحنا بنعتذر لكل أهل زملائنا اللي حيكونوا موجودين في أول يوم، حنحرمكم منهم شوية أول يوم لكن برجعوا لكم ثاني يوم يعني. شكرا لكم مشاهدينا لمتابعتكم دائما لقناة الشروق الفضائية ولثقتكم فيما نقدمه من خارطة برامجية عادية، خارطة برامجية في شهر رمضان المعظم، وخارطة برامجية لعيد الفطر، وإن شاء الله ربنا يحيينا ويبلغنا عيد الأضحى المبارك. حتى ألتقيكم تقبلوا تحية فريق العمل الذي سعدت جدا وأنا أنقل جهدهم، وإلى اللقاء.